والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكفرهم وقول، كان يتكلم عن اليهود وبني إسرائيل في الآيات، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كانوا يفتخروا اليهود. ما هو على فكرة المسيح عليه السلام أرسل لبني إسرائيل، أرسل لليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يعني الرسالة العامة للبشرية كلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن المسيح كان فقط لبني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. حتى في الأناجيل الموجودة حاليا، واللي هي إيش الأناجيل على فكرة؟ الأناجيل الموجودة حاليا مش هي الإنجيل اللي الله سبحانه وتعالى ذكره أنه نزله، لأنه لما بتقرأ أنت في الأناجيل الموجودة تجد هي عبارة عن سيرة للمسيح برويها فلان، ولذلك هم بيقولوا يعني سيرة المسيح بلسان فلان. ولذلك لحد القرن الرابع الميلادي، يعني تقريبا لعند 325 ميلادي، كانت الأناجيل أكثر من مئة إنجيل، كيف بعدين اختصروهن لأربعة. المهم شيء الأناجيل هي سير، روايات لناس إما معاصرين أو غير معاصرين. يعني الأناجيل الموجودة حاليا اللي كان معاصر للمسيح واحد منهم المنسوب إله سيرة، وثلاث مش معاصرين للمسيح، فهي عبارة عن سيرة قصيرة، حتى سيرة قصيرة يعني تتجاوزش كل إنجيل 50 صفحة. الأناجيل أربعة تتجاوزش 50 صفحة، يعني مش هو الإنجيل اللي الله سبحانه وتعالى ذكره. حتى الأناجيل هذه اللي هي سيرة، احنا قلنا انه شو جاب الأناجيل صحيح؟ ورسولا إلى بني إسرائيل. يعني حتى في السيرة اللي هي بسموها أناجيل اليوم، انه خرجت امرأة كنعانية يعني ليست من بني إسرائيل، وطلبت من المسيح ان يشفي لها ولدها، اعتبار انه كان يبرئ الأكمه والأبرص الى اخره. طلب، شو قال لها؟ رفض، يعني كانوا بده يقول لها معجزتي لا تتجاوز بني إسرائيل. قال لها انما ارسلت الى خراف اورشليم الضاله، الى خراف اورشليم الضاله، يعني ما مش اكثر. فهو كان رسول الى بني إسرائيل، وتجد هذا كما قلنا حتى في السير الموجوده اللي بسموها اليوم اناجيل. طيب الآن القرآن هنا يقول عن اليهود، لاحظ بيسجل عليهم مواقف من ضمنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. طب هم بيقولوا رسول الله، يعني هم معترفين في رسول الله؟ طب بيقولوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم بيعترفوا في رسول الله؟ وكأن هذا الكلام يشبه كلام المشركين لما قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب هم كانوا بيؤمنوا أنه نزل عليه الذكر، ولا بيستهزئوا بأنه يقول أنه أنزل عليه الذكر؟ فهو نوع من الاستهزاء على فكرة. إذن يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، شوف المفاجأة، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، نوع من الاستهزاء. نفس الشيء اليهود بلغ من استهزائهم وافتخارهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني اللي بيقول عن نفسه رسول الله. سجل القرآن هم قولهم وافتخارهم بأنهم هم بيقولوا إنهم قتلوا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لاحظوا هو الآن نفى قضية إنه قتل ونفى إنه صلب، لأنهم هم زعموا إنهم قتلوه عن طريق الصلب، هم زعموا
انه قتلوا لما قالوا وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، قولهم هذا انهم قتلوا يعني عن طريق الصلب. ولذلك لما اجى نفى القرآن وقال وما قتلوه وما صلبوه، لم يقتل ولم يصلب، ولكن شبه لهم، لاحظوا، ولكن شبه لهم. الان سؤال لكم، يعني هو قال ولكن اشتبه عليهم؟ لا، اذا مش اشتباه، مش اشتبه عليهم، شبه لهم، لانه هذا الكلام فيه بيخوضوا فيه كثير. القضية بسيطة جدا، شبه المسيح لهم، اذا شبه لهم رجل فظهر لهم انه المسيح، شبه لهم، لحظة، مش اشتبه عليهم، مش اشتبه عليهم، لانه في بعض العلماء شو بقول، بالذات احمد ديدات اللي بتعرفوا اللي كان في جنوب افريقيا اللي توفي من سنين رحمه الله، احمد ديدات هو اعطى صورة محتملة، وهذا الكلام بترد عليها الآية هاي. يعني هو اخطأ لما قال انه ليس كل من علق على الصليب يسمى مصلوب، ولا قال اذا لم يقتل على الصليب لا يكون مصلوب، فاذا علق على الصليب ثم نزل حي بيكونش مصلوب. طيب وشو اللي حصل بالنسبة للمسيح؟ هو بيقول حسب روايات السيرة الانجيل الاناجيل هاي انه المسيح لما اجوا ينزلوه عن الصليب بعد ما كان ميت على الصليب في تصورهم، اثناء تنزيله في حربة جندي روماني، لان الرومان كانوا مستعمرين البلاد، حربة جندي روماني ضربت في جسده فنزل دم كثير وماء. فشو قال ديدات؟ قال هذا حسب روايتهم، كيف طب نزل ماء كثير ودم؟ معناته حي، لانه لا يمكن ينزل الماء الكثير والدم الا معناته هذا الجسم اللي نازل حي مش ميت. فقال اذا بما انه نزل حي، بعدين بفصل كيف ممكن صار نزل حي، اذا لم يصلب. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لانه هذا ممكن ينطبق عليه كلمة اشتبه عليهم، مش هيك؟ مش شبه لهم، انتبهتوا وين؟ اذا هذا التأويل ممكن نقبله لو كان القرآن شو قال؟ اشتبه عليهم او التبس عليهم، لبس عليهم، شبه عليهم. اما شبه لهم لا، هو المعنى واضح انه شبه رجل. طب ليش انا بقول رجل؟ لانهم بدهم يقتلوا المسيح اللي هم بيعتبروه رجل، مش هيك؟ مش راح يمسكوا امرأة بتشبهه ويقتلوها، مش هيك؟ فاذا رجل ما، مين هو هذا الرجل؟ رجل ما شبه لهم انه المسيح، مسكوا قتلوا، وكانت الشبهة يبدو، قصدي الشبه هذا اللي شبه لهم، لحظة، اذا كان التشبيه من اجلهم، مسكوه. طب هذا اللي مسكوه مين هو؟ احنا طبعا بعنيناش، لكن في تقولات من ضمن هذه التقولات الموجودة انه المسيح بعد ما حاصروا المكان، الجنود الرومان هون شوي اتوقف شوي صغيرة هنا، الرومان طبعا من 60 قبل الميلاد، من 60 قبل الميلاد كانوا مستعمرين هذه المنطقة تابعة لهم، وكان في عندك القيصر، وفي عندك هنا مثلا في كان ملك اسمه هيرودس يهودي بحكم اليهود، مش ضروري يكون يهودي، بحكم اليهود منتدب من قبل الرومان، وكان في حاكم عسكري اسمه بيلاطس، يعني في الحاكم العسكري وفي هيرودس، فكانت البلاد هاي تبعه ايش؟ وبالتالي الجنود اللي هم بيقولوا انه القوا القبض او حاولوا يلقوا القبض كانوا رومان، الرومان لحد الان وثنيين، لانه انت الرومان على فكرة تبنوا الدين المسيحي بعد اكثر من 300 سنة من بعد المسيح، بعد اكثر من 300 سنة بعد المسيح الرومان تبنوا المسيحية، اما هي المسيحية او الرومان كانوا طول هذه الفترة يعني 300 سنة بعد المسيح، اكثر من 300 سنة كانوا وثنيين. وتقريبا في امبراطور اسمه قسطنطين الاول هو اول من تبنى المسيحية، وهذا الرجل توفي وهو قبل ما يتوفى وهو على فراش الموت
تبنى المسيحية، تبنى المسيحية وهو على فراش الموت بعد أكثر من 300 سنة من رفع المسيح. إذن لا، إذن الآن نعرف الجو اللي كان موجود فيه. الجو الرومان كانوا مستعمرين المنطقة كلها، محطوط على اليهود الملك هيرودوس، ملك تابع للرومان، في حاكم عسكري بيلاطوس، واضح، عسكري روماني أو مكلف من قبل الرومان. الآن اليهود افتخروا انهم قتلوا المسيح، اجى القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انتبهوا الآن، شبه لهم، اذا مش اشتبه عليهم، اذا شبه رجل معين انه هو المسيح. طب مين هذا الرجل؟ قلنا انه البعض بيقول، وكلها اقاويل ما بتثبتش تقريبا، انه لما حاصروا الجنود مشان يلقوا القبض على المسيح، قال المسيح لأتباعه: مين فيكم يلقى شبهي عليه وهو رفيقي في الجنة؟ ترددوا حتى قام واحد قال أنا، رد كرر السؤال، ما بدوش هذا الشاب، رد كرر السؤال، رد الشاب قال أنا، فألقي الشبه عليه. يعني ممكن بعض الناس يتساءلوا، يعني طب يعني إذا كان الله بده ينجي المسيح ويرفعه، هم بيقولوا بعدين رفع المسيح من وين؟ من طاقة في السقف ورفع إلى السماء وألقي الشبه على هذا. طب شو الداعي إنه يلقى الشبه على هذا المؤمن؟ بيرفع بالسماء وخلاص، بدخلوا ما بيلاقوش المسيح، مش هيك؟ بس بجوز يعني نوع من إيش، مين اللي إيمانه قوي ويستحق أن يكون رفيقه في الجنة، بجوز يعني مشان تلقى نعمة على شخص بعينه. هذه قول من الأقوال التي قال. بعضهم بيقول إنه يهوذا الأسخريوطي كان من التلاميذ وخان المسيح، فألقي شبهه على المسيح. حسب السير الموجودة في السير المسيحية اللي بيسموها الأناجيل الآن، الملفت للانتباه إنه يهوذا الأسخريوطي هذا بعد ذهاب المسيح مش موجود، يعني مش معروف وين هو. هم بيقولوا انتحر ولم تعرف جثته، يعني انه اختفى هذا بالذات يهوذا الاسخريوطي. ولذلك بعض الناس بتجدهم بميلوا انه القي على الشبه على هذا الخائن، هذا اذا كان صحيح خان، لانه هو اللي دل على مكان المسيح، هو اللي دل مقابل اموال، مقابل اموال اعطوه اياها، دل على مكانه، وبجيبوا قصة انه قال لهم انا الشخص اللي بدخل، ما هم بيعرفوهوش الرومان، اللي بدخل وبعدين بعانكو، هذا هو بيكون المسيح بتمسكوه، فدخلوا عانقوا، فواضح بيقولوا. طب هذا حسب الروايات المسيحية، هذا الشخص لم يوجد بعد الحادثة، لم يوجد له جثة، هم بيقولوا انتحر. طب وينه؟ فبعض الناس بيقول إذن يبدو أنه القي شبهه على يهوذا، وهم بيقولوا حسب رواياتهم أنه يهوذا كان بيشبه المسيح أصلا، يعني قريب شبهه أصلا قبل ما يلقي الشبه عليه، في نوع من الشبه، في نوع من الشبه. هون خليني أتوقف شوي، قضية يعني في عالم الفن شوية بهمش. تعرفوا من الفنانين الكبار في أوروبا، كان في عندنا ليوناردو دافنشي، وكان في عندنا مايكل أنجلو، هذول من الكبار. هي في لوحة للمسيح موجودة في الكنائس، رسمها، قالوا اللي رسمها هو أظني دافنشي ولا مايكل أنجلو، عادي، العشاء الأخير، دافنشي رسم العشاء الأخير. إيش العشاء الأخير؟ يعني لما اجتمع المسيح مع 12 من تلامذته وتعشوا مع بعض، هذا بسموه العشاء الأخير. فليوناردو دافنشي بده يرسم العشاء الأخير. الفنانين زمان كيف كانوا يشتغلوا؟ يكون عنده عدة لوحات، يشتغل في هاي لوحة شوية صغيرة، بجوز يزهقها، يغيب عنها سنة يرجع لها، بجوز يغيب عنها سنتين يشتغل فيها شوي، يغيب 3 سنين. انتبهتوا كيف؟ يعني مش خلص هذه اللوحة لا، ممكن يحط يركن هاي اللوحة فترة ويرجع لها بعد سنين. فلما اجى بده يرسم العشاء الأخير اللي هو المسيح والتلاميذ 12
أول شيء بده يرسم المسيح في النص. هذول الجماعة كانوا يدوروا على ما يسمى بالموديل، يعني الشخص اللي بيقعد مشان يرسموه. فراح دور بين الناس على شخص يكون يعني شكله وسيم وملامحه بتدل على طيبة وطهارة مشان يرسموا المسيح، بشكل طيبة وطهارة مشان يرسموا المسيح. لقى واحد، طبعا كانوا مرات يجلسوهم بمقابل، في ناس بيشتغلوا هالشغل هالايام هاي على فكره في كليات الفنون، شغل تسالوا شو شغلك بقول لك موديل. شو يعني موديل؟ يعني بضلني قاعد روح هيك مرات بيقولوا له مش لحظات على فكره، ايش لحظات بصلح خلص شغله موديل تمام، في نسوان وفي رجال الفن. المهم جلس هذا الشخص موديل ورسموا المسيح، وغابت الايام يبدو عبين ما يكمل 12، واللوحه قديش ركنها هون وهون وهون وبرسم غيرها اصلا، لحد في يوم الايام اجى بده يرسم في اخر اللوحه، وهم التلاميذ 12 بهذا الشكل في وسط المسيح، في اخر اللوحه على اليسار في يهوذا الاسخريوطي اللي كان بقوله بيشبه المسيح اللي خان. الان بده يرسم واحد شكله زي المسيح بس عليه علامات الشر. هناك شو كان برسم؟ جاب موديل في علامات ايش؟ الطيبة. بده يشوف نفس الشكل تقريبا ولا بس ايش؟ شر. واذا به في يوم من الايام بيصدف واحد، فبقترح عليه بقول له شو رأيك تجلس ارسمك؟ طيب راح قعد يرسمه، فصار يرسمه يهوذا. فاستغرب الموديل هذا فقال لنوناردو طب انت بترسمني يهوذا؟ طب ما انت رسمتني المسيح، يعني قبل سنين كان ينحط قعده يرسم المسيح، قال له اليوم بترسمني يهوذا؟ قال له ليش هو؟ بقول له هو انت؟ هو انت نفسك؟ قال له انا نفسي. قال له شوي شوي شو قصتك انت؟ واذا الرجل يعني خلال هالكم سنة انحرف في سلوكه، صار عنده سلوكيات سلبية مع انه نفس الشخص والشكل لكن صارت الملامح شريرة. ديروا بالكم هاي مهمة، القضية مش لها علاقة بالوسامة، لا، مرات تتطلع في الوجه ولو كان قبيح جدا في الشكل لكن بتشعر الطيبة والصدق والراحة والسلامة النفسية. وفي ناس ممكن يكون جميل لكن بتشعر بالشر، الاضطراب، القلق. انتبهتوا كيف؟ لانه ديروا بالكم من اسر سريرة اظهرها الله على في فلتات لسانه وصفحات وجهه، صفحات وجهه. لذلك النساء ممكن تكون من النساء اللي بمارسن الرذيلة تكون جميلة، ولكن اللي عنده فراسة هذه الجميلة بيشوف فيه من وراءها الشر، بيشوف القلق، الاضطراب، تفاصيل هاي كلها. ديروا بالكم، اذا من اسر سريرة اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ها كله بصير يظهر على فكرة. انت مين؟ اذا مسألة مش مسألة جميل ولا قبيح، لا، ممكن يكون جميل وكما قلنا الشر بنط من عينيه واللؤم والى اخره وعدم والاضطراب. ممكن يكون يبدو لك قبيح الشكل ولكنه ترتاح له انت لانه كل داخله سلام، انطباعات ايجابية، في بوحي بالثقة، تفاصيل طويلة. طيب هاي اضطرينا نخوض شوية في عالم الفن. فالرجل كان منحرف سلوكيا هالأكم سنة وهو نفسه، لكن تغيرت طيب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مش اشتبه عليهم، لا، ألقي الشبه على بهمناش ألقي الشبه على مين الآن، بس الناس دائما سبحان الله معنيين بالتفاصيل، الناس دائما معنيين بالتفاصيل. وهذا سر من أسرار البشر، إنه دائما البشر بدهم يتابعوا كل صغيرة وكبيرة. لذلك أجى الدين ووجهك إنك أنت طالما عندك هذه الروح اللي الله خالقها فيك تبحث على كل صغيرة وكبيرة، أنت وظفها التوظيف السليم في اللي بيعطي نتائج. إحنا لو عرفنا مين اليوم اللي ألقي عليه شبه شو بنستفيد؟ ولا شيء. احنا خلاص ألقي شبه على، طبعا ما نستغربش انه ألقي شبه،
خصوصا انه هذا نبي وكان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى. يعني بيصير صعب ان يلقى شبهه على خائن فيؤخذ ويصلب؟ يعني قضية صعبة في باب المعجزات الانبياء. طب هو بحيي الموتى وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. الان وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، لاحظوا التعبير شبه، اذا فيش داعي نخوض كثير، مش حصل اشتباه، القي الشبه على شخص ما، شبه لهم، ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. شو بدها تقول الايات؟ شو بدها تقول الايات؟ لاحظوا معي، بدها تقول الايات انه هم ما كانوش في لحظة من اللحظات متأكدين انهم قتلوا المسيح. معناته شبه لهم لما ألقي الشبه على شخص بعينه، مع ذلك في حوادث حصلت جعلتهم كلهم مختلفين في شو اللي حصل بالضبط، ولا فرقة منهم كانت متأكدة شو اللي حصل من أول لحظة. لاحظوا الآية شو بتقول، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، كل اللي اختلفوا إذا صار خلاف. لذلك في آيات ثانية شو قال القرآن، فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، في سورتين، في سورتين، سورة مريم والزخرف، فاختلف الأحزاب بعد ما ذكر قصة المسيح، فإذا انقسمت الناس لأحزاب تتعلق بالقصة اللي حصلت. هم شو بقول القرآن، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، كل اللي اختلفوا في شك. الفرقة اللي بتقول انصلب شاكة، إذا بنحاول نشوف شو ليش شكوك، وفي في رق ثانية بتقول لا ما انصلبش، تفاصيل. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. طب ليش القرآن، على فكرة الآن منبين ليش القرآن بيركز انه من اول يوم الحادثة ما كانش فيها خبر يقيني، في ناس اصلا موجودة في بلاد ثانية ما حضرت الحادثة، في ناس كانوا في البلد بس ما حضروا حادثة صلب الشبيه، في ناس شافوا المسيح بعد حادثة الصليب. الأناجيل الموجودة حاليا اللي هي سيرة بقولوا انه شافوا المسيح بعد حادثة الصلب، شافوه، مين؟ مش كلهم اللي شافوه، هم بيذكروا اشخاص شافوه، ولذلك اخترعوا قضية القيامة انه هذا اللي انصلب قام. فاذا حتى الأناجيل اللي هي سيرة الان بنسميها الأناجيل المعاصرة تشهد تماما كلها انه رؤية المسيح بعد حادثة الصلب، بعد حادثة الصلب شافوه، شافوا فلان وفلان وشافته فلانة وشافوا فلان، شافوه. طب كيف انصلبوا شافوه؟ اذا صار بلبلة، افهموها، صار بلبلة. ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، نفس اللي اختلفوا، اذا اختلفوا في المسيح شو اللي خلاهم يختلفوا؟ انه ظهر المسيح بعد قصة الصلب ورآه بعض الناس، فلما يجي يقولكم يا جماعة انا شفته بصير بلبلة. طب كيف والمين اللي مين اللي صلب؟ بعدين يبدو انه الشبه حتى وهم هذا مش متأكدين من الشبه انه هو ولا لا، صاروا مترددين حتى لما صلبوا، اللي صلبوا ترددوا في موضوعه هو ولا مش هو. طب ما في ناس بيقولوا شافوه، في ناس بيقولوا شافوه، وفي ناس شافوه بيرتفع من تلامذته. ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، لاحظوا شو بيقول، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. بمعنى طب أكدنا نشوف ليش القرآن من أول لحظة بيقول إنه هم ابتداء عن المعاصرين كلهم اللي اختلفوا في موضوعه قتل ولا ما قتلش، كانوا في حالة شك وريبة ومش متأكدين. منين عرفناها مش متأكدين؟ لاحظوا، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، شكوا هو اللي على الصليب ولا مش هو، اللي مش سامعين، بعض الناس اللي شافوه،
طب هو هذا طب ولا هذا، التفاصيل الطويلة حصلت بلبلة في المجتمع، بلبلة بلبلة لا في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني كل الناس اللي روت فيما بعد أسسوا على الظن. طب لاحظوا هون في بعض العلماء توقف هون قال لاحظوا وما يا شيخ عبد وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. طب ليش هو الظن علم؟ فهذا إلا إيش استثناء. لحظة وما لهم به من علم إلا ليش هو يعني الظن هذا علم حقيقي لأنه العلم فيه معنى بتعلم أنت يعني في صدق في الموضوع. لذلك شو بقولوا في الاستثناء علماء اللغة يا شيخ عبد؟ إما أن يكون متصل أو منقطع. شو يعني متصل أو منقطع؟ يعني إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه زي ما بتقول جاء الرجال إلا محمود، مش هيك؟ محمود من جنس الرجال، هذا بسموه اتصال استثناء متصل لأنه محمود من جنس الرجال. وبضربوا كمان كانوا يضربونا في المدارس جاء التجار إلا البضاعة. طب هي البضاعة من جنس التجار؟ جاء التجار إلا البضاعة؟ لا، هذا بسموه منقطع. وذاك العلماء قالوا هذا الاستثناء الموجود في الآية هنا منقطع، اللي ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فإذا الظن مش من جنس العلم، الظن مش من جنس العلم. فإذا كله تخرصات، إذا كله تخرصات. هذه التخرصات وينتا؟ لما حدثت الحادثة وبعدين نقلوا للأجيال باضطراب برضو في الموضوع المسيح. طيب ليش القرآن لحظة إذا وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. إذا لما قتلوا لم يكونوا مستيقنين أنهم يقتلوا. أكثر اللي بقتلوهم الناس وبتقتلهم الحكومات بيكونوا مستيقنين إنهم إنه قتل فلان فلان وحكم عليه بالإعدام، فلان ابن فلان أمه فلانة، تفاصيل في الساعة الفلانية تم إعدام المجرم الفلاني بعد كذا الأخير، بيكونوا مستيقنين. في حادثة المسيح حتى اللي قتل اللي شبه لهم وقتل ما كانوش متأكدين من موضوعه إنه بقتلوا المسيح قاعدين، ما كانوش متأكدين. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما قتلوهوش، ما كانوش. أنا طبعا في وما قتلوه يقينا إلها أكثر من معنى، ولكن اللي براه هنا أنسب وما لم يقتلوه مستيقنين انهم بقتلوا. يعني حتى هم لما قتلوا في اشتباه قتلوا حتى على ضوء الاشتباه، يعني بدهم يتخلصوا من الموضوع باي طريقة. يعني هم الرومان ما كانوش يعرفوه مزبوط على فكرة، في ناس ما كانوش يعرفوه، اللي قبضوا عليه بيعرفوهوش بالشخص انه هذا، لكن اخذوا معالم اشتبهت او القي شبه بطريقة معينة، وكأن الله يريد أن يكون هناك هذا الاختلاف والبلبلة. بعد شوية بنعرف وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. طيب قولوا لي الآن، هو قتلوه ولا ما قتلوهوش؟ يعني هو في رسل، في أنبياء انقتلوا ولا ما فيش؟ في رسل انقتلوا ولا ما فيش؟ في. طب يعني شو بضر لو كانوا قتلوا نبي او رسول؟ ليش هون بالذات عم بصر على الموضوع؟ لا انقتل ولا صلب، واصلا كل اللي اصلا حصل خلاف، وبعدين المختلفين ولا واحد فيهم مستيقن، واللي كانوا بقتلوه ما كانوش متأكدون انهم بقتلوه. انتبهتوا ليش بيقول لنا هيك؟ كمان مرة، ممكن يقتل نبي، يقتلون انبياء، ممكن يقتل رسول، فلما قتلتموهم؟ عم بقول لهم مش هيك؟ كانوا بيقتلوا رسل وبقتلوا انبياء، تمام؟ طيب وفرضوا هالمسيح انقتل زيه زي غيره، شو يعني؟ وين الاشكال؟ ليش هالتركيز هذا على موضوع انه ابدا ما حصلش؟ لاحظوا ابدا ما حصلش، ومن اول يوم اختلفوا، واللي اختلفوا معتمدين على الظن، واللي قتلوا مش مستيقنين انهم قتلوا هو، لملابسات كثيرة حصلت
متعمدة ومقصودة. أيوة. إذا ليش بيركز القرآن على الموضوع؟ طب هو يعني شو بضر قلنا إنه النبي يستشهد؟ أيوة، لأنه القرآن بده يجي على أساس بنيت عليه العقيدة المسيحية في أيام الرومان. هذا الأساس إذا نسفناه انتسفت العقيدة كلها خلاص، لأنهم هم شو بيقولوا، وهي أساس العقيدة كلها، بيقولوا إنه الله سبحانه وتعالى مشان يغفر لبني آدم الخطيئة المتوارثة من أيام آدم، إحنا ورثنا خطيئة آدم. إحنا الإسلام طبعا بيؤمنش بتوارث الخطيئة، الإسلام بيقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيش توارث خطيئة، هم بيؤمنوا بتوارث الخطيئة. لذلك في بريطانيا كان القانون زمان، بعرف أبصر اليوم، كان القانون إذا مات واحد وعليه دين ابنه مكلف فيه، وحتى لو فيش مصاري معه بورث خطيئة أبوه. عندنا أبدا، مات أبوه ومشترك مال ما لكمش علي من مال أبوي، أما إذا أنا بدي بر أبوي موضوع ثاني، لا تزر وازرة وزر أخرى. فهون قالوا إنه الله سبحانه وتعالى نزل ابنه ليعاني على الصليب لتغفر خطيئة آدم المتوارثة، يغفر للبشرية الخطيئة المتوارثة. طيب ممتاز، فإذا شككنا في موضوع القتل من أصله، معناته العقيدة هي إيش؟ انتبهتوا ليش ركز عليها؟ وإلا قتلوا النبي خلصنا، قتلوا ولا ما قتلوه شو بتفرق يعني؟ أيوة، انبنى على هذه عقيدة القتل، عقيدة القتل انبنى عليها عقيدة يقينية. كيف بتبني على إشي ظني عقيدة يقينية؟ كيف بتبني على إشي ظني؟ أصلا من أول يوم، من أول يوم هم مختلفين، من أول يوم متبعين الظن، من أول يوم أكثر من فرقة في الموضوع، من أول يوم وهم قلتوا مش مستيقنين إنه هو. بتبنوا عقيدة يقينية عليه؟ انتبهتوا شو القصد؟ ليش ركز على هذا الموضوع؟ لأنه بعد هيك ما ظلش إشي، إذا لا انقتل ولا انصلب وكانوا شاكين حتى اللي بقتلوا إنه هو، وطالما إنه في ذاك العصر اختلفت أحزاب وقالوا وكل حزب منهم ولا واحد كان عنده يقين وكانوا شاكين، طب كيف تبنوا عقيدة أنت على إذا بدل ما يناقش العقيدة، وناقش العقيدة هاي في محل ثاني، بس هون قام الأساس اللي اعتمدت عليه. إذا لاحظوا، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. شوف موضوع الرفع، موضوع الرفع هذا معنى، المعنى انه وظيفة، الوظيفة مؤجلة، معناته له وظيفة فيما بعد. وإلا لو لم يكن للمسيح وظيفة فيما بعد ليش يرفع؟ ينجى بروح على الهند زي ما قال القديان ميرزا غلام احمد، هذا بروح على الهند وبموت في الهند وخلصنا، بنجيه زي ما كثير من الناس اليوم بهربوا من الحكومات وبروحوا خلصنا، بتناوله من هون بحطه هون بيعيش في بلاد ثانية وخلصنا. لا، طب ليش رفع؟ أيوة، موضوع الرفع المقصود فيه تأجيل الوظيفة، يعني معناته أخذ وظيفته الأولى في الأرض، الآن بدنا نرفعه إله وظيفة في آخر الزمن. لذلك العلماء الأحاديث متواترة، شوفها مش صحيحة، الأحاديث متواترة أنه سينزل، طب أنه سينزل متواترة مش صحيحة، يعني متواتر فوق الصحة، المتواتر انتهى الموضوع. حديث، إذا أحاديث نزول المسيح عليه السلام متواترة، وفي أحاديث صعوده كمان، بس هي أكثرها نزوله المتواترة، نزوله لأنه الآية نصت على رفعه، الآية نصت على رفعه. ليش رفع؟ إذن إله في آخر الزمان وظيفة بده يؤديها. طب إيش معنى هو هذا بالذات؟ الشخص الذي جاء بدون أب، الذي جاء بدون أب هو اللي رفع وأجلت وظيفته، مش قصدي اكتملت وظيفته الأولى وبدها تيجي وظيفة ثانية قبل يوم الآخر، إيش معنى هذا بالذات اللي ملوش أب؟ هذا خليه سؤال الآن. اثنين، اشمعنى هذا بالذات اللي اسمه المسيح ها
هو سيقتل المسيح الدجال. يعني في آخر الزمان بده يلتقي مسيحين، في آخر الزمان بده يلتقي مسيحين، مسيح حق ومسيح باطل. بس العجيب انهم اثنين مسيح، وواحد منهم يقتل الثاني. مسيح الحق يقتل مسيح الضلالة، مسيح الحق يقتل مسيح الضلالة. ايش فيها رموز هاي؟ ايش فيها رموز؟ شو بدها تقول لنا؟ شو بدها تقول للبشرية؟ وليش هذا اللي ملوش اب؟ ايش معنى ملوش اب يعني؟ طب كان ممكن يكون له اب وام وتفاصيل، مش هيك؟ اي كل قضية لازم نتوقف عندها. قديش ضايل معنا مشان خليكم 4 دقائق؟ طيب معناته في